حاضر اوكي، بس تمام. بصراحة دي نعم الستيدلينج سيستم الجديد بتاع السيراميك ابيثيليال تيومرز. دكتورة سارة توفيق، اتفضلي يا دكتورة سارة. حضرتك يا دكتور، احنا النهارده هنتكلم على ان السايمك نيورو اندوكراين تيومرز ليهم ستيجنج جديد. احنا مش عارفين القديم، بس هو في ستيجنج جديد اتعمل، وان هم اصلا رير تشاست نيوبلازم. هم عباره عن السايموما، السايمك كارسينوما، والسايمك نيورو اندوكراين تيومرز. طيب زي اي تيومر في الدنيا هو تي ان ام ستيجنج. طب التي كلاسيفيكيشن ده يعني فايدته ايه، او احنا بنحطه يعني فايدته ايه ان احنا نحط ده 1 ولا 2 ولا تا، بناء على التيومر سايز والانفيجن للحاجات اللي حواليه. هي السايمس حواليها ايه؟ ميتستاينم وبلورا. طيب وكمان الدايركت اورجان انفولفمنت، والفكره ان طب 1 و2 ولا كده، يبقى ايه الاحسن من ايه بناء على التايم اوف فريدم فروم ريكيرنس. عندنا T1، T1 ده معناه ان هو تيومر ليميتد للسايمس، وان هو هينفيد الميديستاينم الون بس، يعني هو في السايمس هنا وهينفيد يا دوب الحاجات اللي جنبيه دايركتلي، اللي جنبيه هو الميديستاينال بلورا. طيب لكن مش هي انفيد اني اذر ستراكشر. طيب التي 1 ده متقسم عندنا لحاجتين، تي 1 اي وبي. بناء على ايه؟ بناء على السايز. الاي هيكون اصغر من 5 سم والبي اكبر من ال 5 سم. تمام. طيب الفكره ان اللي اكتر من 5 سم ده الاوفرول بروجنوزس بتاعه بيكون اوحش، وكمان ال freedom from recurrence بتاعه time التايم بيكون اقصر. فيعني معنى كده ان هو prognosis اوحش وبيحصل له recurrence اكتر. نيجي لل T2، T2 ده اكتر من ال 5 سم. طيب الكريتيريا الجديدة بتقول ان هو هي invade ال ايه ال pericardium، سواء ال pericardium اللي هيعمل له invasion ده هيكون fully او partial thickness، وهي invade الستراكشرز اللي لازقين فيه على طول. مين اللي لازقين فيه على طول؟ اللانج شخصيا، هو بتاع هو المفروض التيومر اللي عامل وش القهوه ده داخل على اللانج على طول، تبقى اللانج، البريكارديوم نفسه، ال بتاع ده، والفرينك نيرف. فاحنا لو هنبص بعد كده الفرينك نيرف احنا مش هنعرف ان هو اتلط ولا لا، unless ان احنا نلاقي ان الدايفرام عالي في ناحيه، فنقول اه والله كده الفرينك نيرف ايه ده تيومر كلب. بعد كده الجريد تي 3، تي 3 ده برضو اكتر من ال5 سنتي. الكرايتيريا الجديده بتقول برضو ان هينفيد الحاجات بقى اللي جنبيه تاني. ايه الحاجات اللي جنبيه في تي 3 هيكون انفيدنج ليها؟ عندنا هينفيد البريكيوسيفاليك، وهينفيد السوبيريور فينا كيفا، وهي invade الاكسترا بيريكارديال بالمونري ارتريز، وهي invade كمان ال chest wall. دي الحاجات اللي هيعمل لها invasion في ال T3. يبقى ال T3 ال vessels اللي هيعمل لها invasion هي ال brachiocephalic وال superior vena cava وال ال هي invade ال chest wall. بعد كده ال T4، T4 ده ما اختلفش من الستيجنج القديم اللي احنا مش عارفين ده هي invade ايه بقى. ده هي invade الاورطة ذات نفسه، سواء كان الاسندنج او الديسندنج، وهي invade كمان ال intra pericardial pulmonary arteries. اللي فات قصدي كان بي invade ال extra pulmonary extra pericardial pulmonary. لا في stage 4 ده في هي stage هي invade ال extra pericardial. احنا قلنا هنا اللي هي invade ال aorta ascending و descending، وكمان ال branchات بتاعة ال arch بتاعه، وقلنا ال pulmonary اللي هو ال intra pericardial. هي invade ايه كمان بقى؟ لا structures اعنف شوية، هي invade عندنا هنا ال esophagus، وهي invade كمان ال trachea. تمام. طيب فاحنا عندنا كيس هنا اهي، دي كيس جايه سايمس اهو، شكلها كبيره شويه 3 سم. يبقى احنا كده
اكتر يعني. اولا هي دي الاكزيال مان كونتر سيتي في ست، في راجل عنده 43 سنه. في عندنا هنا ايه انسيدنتال فايندينج، دي ميديستاينال ماس ومش انفولفنج اي حاجه تانية، هي شكلها زي سايموس بس كبيره شويه. تبقى احنا ما دام مش انفولفنج حاجه تانية يبقى احنا هنبقى ايه تي 1. طيب 3 سنتي يبقى احنا اقل من 5 سنتي يبقى احنا كده ايه تي 1 ايه. الكيس اللي بعديها عندنا اكزيال كونتراست انهانسد، حد عنده 47 سنه جاي برضو بانسيدنتال بريفاسكولار ميديستاينال ماس. طيب دي انفولفنج حاجه تانية داخله على حاجه تانية جنبيها، لا يبقى احنا كده برضو تي 1 بس دي 6 سنتي، يبقى احنا كده اكتر من ال 5 سنتي يبقى احنا كده ايه تي 1 بي. طيب عندنا هنا بقى الاكزيال كونتراست انهانسد وعندنا بريفاسكولار ميديستاينال ماس، ادي اهي كل الكابوره دي ودي في البتاع ده. الفكره ان هي في شايف قادرين نشوف في لوبيوليتد انترفيس مع مع اللنج، فمعنى كده ده ممكن يكون في لنج انفيجن باللوبيوليتد كونتور بتاع. غير كده كمان احنا كده هنبقى هنشك ان هي تكون تي 2. طيب الكيس اللي بعديها اللي احنا هنشوفه ماشي في سايمس كبيره هنا ومثل، لكن الفكره ان ايه اللي مطلع الدايفرام لفوق قوي كده معايا كده ان احنا نشك في ان الفرينك نيرف حصل له مشكله، فيبقى احنا كده برضو بقينا في تي 2. نبقى هنا والفرينك نيرف الكعبور ده اكل، يبقى احنا كده تي 2. طيب احنا هنا في ام ار اي عند الليفل بتاع اللفت بالموناري ارتي قادرين ان احنا نشوف ان السايمس بقى فيه ماس كبيره جدا وزقه الميديستاينا مرجعاه لورا وفاصل الاورطه اهو ادينا لورا. طيب بس سبير فينا كيفا في هنا ليجن هنا اهي، وكمان حتى باينه احلى كمان في الكورونا، فمعنى كده ان احنا دخلنا على يبقى احنا كده في ستيج 3. طيب نيجي بعد كده للان كلاسيفيكيشن. الان كلاسيفيكيشن اكيد اللي عنده ان كلاسيفيكيشنز يعني نودز ميتاستاسايزنج في حتت بعيده اكيد ده وحش. طيب فاحنا هنا الدنيا متقسمه لان 0 اللي هو ما عندوش حاجه خالص وان 1 وان 2. طيب طيب هنقول ان ال N1 هي الحاجات اللي هي بالبنفسجي كده، وان ال N2 اللي هي النودز اللي هي بالتركواز. ال N1 دي اللي هم انهي نودز؟ ال N1 دي اللي هم الانتيريور نودال ريجن، احنا انتيريور اهو. طيب وادجيسنت للسايموس اون بوث سايدز، يمين وشمال للسايموس، السايموس المفروض انها هنا. طيب ودي هتكستند كمان ده يعني بس مش باين في الصور ان هي داونورد لحد الدايفرام. الحته دي اللي هم انهي نودز اللي هم الجروب بتاع 3 و6 دول اللي هم هنا اهو، دول اللي هم البري تراكيال والبارا اورتيك. الفكره ان في اي ثايمكتومي الجروب ده المفروض انه بيتشال. نيجي بعد كده للجروب التاني للستيج التاني اللي هم الجروب بتاع اللي هو N2. طيب ال N2 دول اللي هم بقى هينفيد مين؟ هينفيد هنا اللي هم قلنا لونهم تركواز، دول الباراتراكيال اللي هو الجروب رقم 4، وعندنا كمان الاورت بالمونري ويندو اهو، الاورت بالمونري ويندو هيبان لنا هنا، وعندنا كمان السبكراينال عندنا هنا اهو، وعندنا كمان الهايلر عندنا هنا اهو، وعندنا كمان الجوجلر والسوبرا كلافيكولر والانترا ميموري مش باينين معانا بقى في الصوره. طيب الام كلاسيفيكيشن، الام كلاسيفيكيشن ده اكيد لما بيحصل فيه ميتاستاسيس بره اكيد ده حاجه وحشه. طيب ام 0 ما عندوش ميتاستاسيس بره فده حاجه حلوه ماشي. طيب الام 1 ده بقى ده ام 1 متقسم لام 1 اي وام 1 بي. ال M1 ايه ده هي انكلود البلورا والبريكارديوم يعني الحاجات اللي جنب،
لكنه separated from the primary. ما احنا في اللي فات قلنا في الـ T1 كان بينفيد البتاع ده في البريكارديو، لكن في قصدي لكن الفكرة ان لا ده separate من البرايمري تيومر نفسه. ال M1 B ده هيبقى بقى pulmonary او extra thoracic بقى في اي حتة تانية زي ما احنا شايفين هنا. ده اهو، ثانية واحدة، اوبس، ده اهو، ده بلورال اهو، بس هو الثايمس فين واحنا فين؟ فكده ده يبقى ميتاستسايزنج للبلور. هنا بقى ده بالمونري، يبقى ده اللي هو M1 B، وقادرين ان احنا بعيد عن الليجن بارت، يعني في لونج تيشو حوالين التيومر من ال لونج تيشو هيلثي حوالين التيومر بعيدة عن التيومر نفسه، تبقى ده ال M1 A وادي ال M1 B. تبقى بإنجاز كده ال T1 ده كان ليميتد للسايمس وكان هينفيد ايه دايركتلي الميديوستاينم والبلور، ومش هينفولف حاجة تانية. ال T1 ده عندنا ال A ده ان هو 5 سم، ال B ده وحش ان هو اكتر من 5 سم والبروجنوزس بتاعته وحش. عندنا بعد كده التي 2 ده صوتك راح ينسى. وان ستيجنج اوحش من الحاجات التانية يعني. بس اوكي تمام. شكرا شكرا جزيلا يا سارة. العفو يا دكتور. واحنا النهارده خلصنا يا شباب.